السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم، هو الـ Laboratory Diagnosis of Parasitic Disease. في الموضوع ده إن شاء الله نتعرف على إيه هي الـ Appropriate Investigations Regarding Medical Parasitology Problems، Describe Stool Examination Techniques، Urine Examination Technique، blood examination techniques, indications of examination of sputum, CSF, biopsy, and aspiration materials in diagnosis of parasitic infections. في البداية لما بنطلب ان احنا نعمل laboratory diagnosis لparasitic infection بيكون عندنا اعراض موجودة على المريض بتخليني اختار نوع معين من الdiagnostic test او عينة معينة هي اللي انا افحصها عشان اعمل detection للبارازايت. فالdiagnosis بيكون direct laboratory diagnosis أو indirect laboratory diagnosis. الdirect laboratory يعني معنى كده إن أنا هعمل identification للdiagnostic stage، هشوف الdiagnostic stage بتاعت البارازايت. في الحالة دي ممكن أطلب عينة stool أو urine أو blood أو CSF، sputum، smear، أو aspirate أو tissue biopsy على حسب البارازايت ده بيعيش فين. يعني لو بارازايت بيعيش في الـ GIT ممكن أنا في الحالة دي أخد الـ stool، لو بيعيش في الـ blood يبقى هاخد عينة blood على حسب الهابيتات بتاع البارازايت. الـ Indirect Laboratory Diagnosis في الحالة دي أنا مش بشوف بقى البارازايت نفسه أو الـ Stages اللي هي الـ Diagnostic Stage، لأ أنا بشوف يا إما الـ Antibodies اللي كونها الجسم ضد البارازايت ده أو الـ Antigens اللي بيطلعها البارازايت وأقدر أعملها Detection، أو بدور على الـ DNA بتاع البارازايت ده إن أنا أعمله Detection بحاجة اسمها PCR. فبيبقى عندي Immune Diagnosis بيدور على الـ Antibody والـ Antigen، وعندي Molecular Diagnosis بالـ PCR مثلا، وده بيدور على إيه؟ على الـ DNA ان ايه بتاع البارازايت، النيوكليك اسيد بتاعه. اول حاجه وابسط حاجه هي الستول اكزامينيشن، عينه الستول. لما بتجيلي عينه ستول ببص عليها في الاول كده بمجرد بالنيكد اي بتاعتي، وابدا ان انا اشوف العينه دي فيها العينه دي ممكن تكون عينه في تكون دايريك ستول، لوز ستول، او ووتري ستول، ودي غالبا بتكون بارازايت، بيبقى عندي بارازايت في السمول انتستين. لازم نبقى عارفين ان المحاضره دي بتشمل مجموعه كبيره من التجميعات البارازايتس اللي بتأفكت تيشوز معينه او اورجانز معينه. لازم اذاكر المحاضره دي بعد ما اخلص مذاكره المنهج كله، فهنبقى عارفين ايه البارازايتس اللي بتأفكت السمول انتستين وممكن تعمل دايريا زي الجياردية لامبريا والكريبتوسبوريديا والهيمنة البسنانة والاسكاريس لامبركويدز. في بارازايتس بتعمل ديزنتري اللي هو الدايريا ومعاها بلاد وميوكس، فدي بتبقى بارازايتس الموجودة في اللارج انتستين، برضو ببقى عارفة مين البارازايتس اللي ممكن تعمل ديزنتري. ممكن ان انا اشوف برضو البارازايتس اشوفها بعيني المجردة كده في عينة الستول، زي ايه؟ زي الانتروبيس فيرميكولاريس ادلت، ودي بشوفها واضحة جدا. الاسكاريس لامبركويدز ادلت وبشوفها برضو حاجة زي السنيك كده موجودة في الستول. السيجمنت بتاعت التينيا اشوفها برضو موجودة في الستول. بعد كده بعد ما فحصت الستول بعناية أبدأ إن أنا أشوفه مايكروسكوبيك، أشوف العينة بالميكروسكوب. فممكن أعمل دايركت سمير إن أنا باخد جزء من صغير جدا من عينة الستول دي وأبدأ إن أنا أدوبه في كمية بسيطة جدا من النقطة ولا حاجة من الصلاين على شريحة، وأبدأ إن أنا أدوبها بحيث إن أنا أفردها شوية وبعد كده أشوفها تحت الميكروسكوب، فدي تديني فكرة عن الكونتنت بتاع الستول سامبل. لكن دي متقدرش أجزم إن مفيش بارازايتس لو هي مش لو مشفتش بارازايت فيها. ليه؟ لأن فحصت كمية قليلة أوي من الستول. فالأفضل إن أنا أعمل كونسنتريشن تكنيك. كونسنتريشن تكنيك يعني أفحص كمية أكبر من الستول إن أنا بركزها. في طريقتين اتنين لتركيز الستول، يا إما برصب البارازايتس يا إما بعمل فلوتيشن للبارازايتس. ده بيعتمد على السائل اللي أنا مستخدماه. السائل ده لو هو عنده لو سبيسيفيك جرافيتي، السبيسيفيك جرافيتي بتاعته قليلة، فبالتالي إن الإجز هيحصل لها وسيستس والحاجات دي يحصل لها سيديمنتيشن. لكن لو السبيسيفيك جرافيتي بتاعته عالية زي زنك سلفيت سولوشن كده، يحصل إيه؟ يحصل لهم فلوتيشن، هيبقوا طافيين على هيطفوا على الإيه؟
ايه السطح بتاع السائل. بعد كده في عندي امثله للكونسنتريشن تكنيكس دي. في عندي سمبل سيديمنتيشن، هنا بدوب الاسطول في كميه من النورمال سلاين او في النورمال سلاين، وبعد كده بصفيه من الدبرز بتاعته، وبعد كده بسيبه لمده حوالي نص ساعه انه يحصل له سيديمنتيشن، وابدا بعد كده اخد السيديمنت وافحصه والاقي فيه الايه البارازيتك ستيجز. ودي ادي الاستول اكزامينيشن او سلاين سيدمنتيشن بنفس الطريقه دي. في عندي كمان احسن طريقه للسيدمنتيشن هي الفورمول ايثر كونسنتريشن تكنيك. ده بستخدم الفورمالين والايثر بان انا بدوب الاستول في 1 جرام من الاستول بدوبه في الفورمالين، وبعد كده بصفيه، وبعد كده ببدا ان انا اخده اضيف عليه ايثر، وبعد كده بعمل لهم سنتريفيجيشن في ادورهم في السنترفيوج، وبعد كده هيبدا عندي يتكون عندي 4 لايرز. اول لاير من فوق هي الايثر زي ما احنا شايفين في الانبوبه دي، اول لاير هي الايثر، وبعدها الدبرز، وبعد كده في الفورمالين، وبعد كده في النهايه خالص السيدمنت. هو ده اللي يهمني، السيدمنت ده هو اللي انا بفحصه والاقي فيه البارازيتك ستيجز. في برضو سبيشال تكنيكس للاكزامينيشن بتاعه الاستول، زي مثلا البيرمان تكنيك. بيرمان تكنيك زي ما عرفنا قبل كده ان انا بعمل بيها ديتكشن للهوك وورم والسترونجلويدس لارفي، وان هي بتعتمد على ان اللارفي دي عندها هاي جروتروبيزم يعني بتحب الميه، وعندها ثيرموتروبيزم يعني بتحب الحراره. فانا هستفيد من الحكايه دي بان انا هجيب عينه الاستول واحطها في الفانل ده، وفي شاش في الفانل ده، وابدا ان انا املاها بميه دافيه. يبقى بعد كده اللارفات هتتحرك ناحيه ايه، تسيب عينه الاسطول وتطلع للميه ناحيه الميه الدافيه، لان هنستفيد من الخاصيتين بتوعها اللي هي هايجروتروبيزم وثيرموتروبيزم، وفي النهايه هتتجمع تحت. فابدا ان انا اعمل لها كوليكشن، وابقى كده فصلت اللارفات وابدا ان انا اشوفها او ركزتها. في عندي كمان اليورين اكزامينيشن، امتى افحص عينه يورين او اطلب من العيان ان هو يروح المعمل يفحص اليورين عشان بارازيتك انفكشن. في بعض البارازايتس ممكن تكون موجودة في اليورين. الأول بجيب عينة اليورين دي وأبدأ إن أنا أعملها سنترفيوجيشن، وأخد الديبوزيت بتاعها وأبدأ إن أنا سيدمنت وأبدأ إن أنا أعمل له إكزامينيشن. ممكن أشوف إيه بارازايتس موجودة في اليورين، ممكن أشوف الإيج بتاعة الشستوزوما خصوصا الشستوزوما هيماتوبيوم، ممكن أشوف الترايكمونز فاجينالس تروفوزويت، ممكن أشوف اللارفات بتاعة ديبتراس فلايس في حالة المايزس، ممكن أشوف الإيج أوفنتروبيس في حالة الفيميل، أشوف السايرس بيوبس، أشوف المايكروفلاريا بتاعة الوشرانيا بانكروفتي أو البروجيا مالاي. في كمان تيست سبيشال تيست مهم جدا برضو في الشستوزوما ايج، هو الفايبلتي تيست. اول ما بلاقي ايجز بتاع الشستوزوما لازم احدد الايج دي سواء هي في الستول او يورين، احدد هي فايبل ولا لا، لان لو هي مش فايبل خلاص يبقى الشخص ده مش محتاج تريتمنت، لكن لو هي فايبل يبقى لازم ان انا اديله تريتمنت لان في اكتيف انفكشن. اعرف ان الاكس دي فايبل ازاي؟ ممكن ان انا افحص الاكس بهاي باور واشوف ان في سيليا بتتحرك كده بتاعه الفليم سيلز الموجوده في الميراسيديوم ده، فبالتالي بعرف بكده ان هو فايبل. او بعمل الهاتشنج تيست يعني الاكس دي اخلي الميراسيديوم يطلع منها ازاي بالجهاز اللي حضراتكم شايفينه ده، وادي الصوره دي مبينه لنا ازاي الميراسيديوم بيطلع من الاكس. امتى اللي يحصل هاتشنج؟ يحصل هاتشنج الميراسيديوم ده بيحصل له هاتشنج لما بحطه في اخفف اليورين ده مثلا ب 10 اضعاف من الايه من الميه اللي مش موجود فيها كلور، يعني ميه دي كلورينيتد، وبعرضها للضوء. يبقى محتاج حاجتين اتنين، وجود ميه ووجود ايه ضوء. في الحاله دي هيبدا يحصل هاتشنج للميراسيديوم ويطلع من الايج، فبالتالي اعرف ان هو ايه، ان هو الايج دي فايبل وبالتالي محتاجه ان هي تريتمنت، يبقى الشخص ده محتاج تريتمنت. طيب تمام، بنحتاج نعمل بلاد اكزامينيشن. امتى نطلب عينه بلاد في حاله ايه، في حاله بارازايتس مثلا انا شاكه في ان يكون عنده ملاريا، يكون عنده تريبانوسوما، يكون عنده مايكروفيلاريا بتاعه وشرانيا بانكروفتي او بتاعه البروجيا مالاي مثلا، في حاله الليشمانيا الفيسرال ليشمانيا، الحاجات دي تخليني اطلب عينه بلاد.
طيب عينة البلاد بفحصها ازاي؟ بفحصها بان انا بعمل ممكن اعمل بلاد فيلم، البلاد فيلم ممكن يكون سين بلاد فيلم، ده بيخليني اشوف الكاركترز بتاعة البرازايتس كويس جدا واتعرف عليه. السيك بلاد فيلم بستخدم كمية اكبر من البلاد، وبالتالي بتعتبر كونسنتريشن تكنيك عشان اشوف البرازايت لو هو موجود في لايت انفكشن، يعني انفكشن قليلة شوية. طبعا بصبغ الفيلمز دي بمثلا جيمس ستين او بليشمان ستين. في ممكن افحص البلاد ايه بايه تاني؟ ممكن اعمله سيرولوجيكال تيست، او اعمل بي سي ار، او اعمله فلتريشن تكنيك، او استخدمه في ان انا ازرعه على كلشر زي ان 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 ميديا عشان اشوف مثلا التريبانوسوما. ممكن اعمل انيمال انيكيوليشن زينو دايجنوزز زي ما قلنا في التريبانوسوما كروزي في الزينو دايجنوزز. ممكن اعمل بافي كوت تكنيك ككونسنتريشن تكنيك. كل دي طرق لفحص البلاد. طيب هل في عينة تانية برضو ممكن نفحصها للبرازيتك انفكشن زي الاسبيوتم؟ في الحالة دي اشوف البرازيتس اللي ممكن تكون تطلع الستيجز بتاعتها في الاسبيوتم زي ايه؟ زي الباراجونيوس وسترماني ايج، زي اللارفا بتاعت سترونجلوديس توركلاريس والاسكاريس لامبركويدز والهوك وورم، زي الانتاميبا هيستوريتيكا تروفوزويد في حالة لونج ابسس، زي السكوليسيس بتاعت الهيدات السيست لو هي في رابشر هيدات السيست موجودة في اللنج، زي كريبتوس بوريديوم باربا، ما احنا عارفين ان هي سبيشيز عموما ممكن تبقى افكت اللنج برضو، تأفكت الجي اي تي وتأفكت اللنج. ممكن برضو اطلب عينة سي اس اف اكزامينيشن، اطلبها امتى؟ سي اس اف بارازيتك انفكشن اطلبها في حالة مثلا فري ليفنج اميبي زي النجلاريا فولار، في توكسوبلازما جونديار، في التريبانوسومز الافريكان تريبانوسوما والامريكان تريبانوسوم. السي اس اف افحصه ازاي؟ افحصه مايكروسكوبيك اكزامينيشن، او افحصه باميونو دايجنوز اشوف اعمل زي افحصه كمان على كالشر ميديا، افحصه بموليكولار تكنيك بالبي سي ار. برضو ممكن ان انا اطلب عينه اخد بايوبسي او اخد اسبيريشن ماتيريال عشان اشخص بارازيتك انفكشن. زي ايه؟ في بارازيتس ممكن تكون موجوده في السكن زي الاونكوسيركا فولفلس، زي الكوتينيوس ليشمانيا، زي البوست كلازار ديرمال ليشمانويد، زي كوتينيوس امبيزس، زي السكيبس. كل دي ممكن اطلب عينه سكن اخد بايوبسي من السكن. ممكن اخد بايوبسي من الليفر، اخده في شيستوزوما مانسوني، شيستوزوما جابونيكا، في فاشيولا جايجانتيكا، فاشيولا هيباتيكا، في فيسرال ليشمانيا، في الملاريا، في الاميبيك ليفر ابسس. كل دي حاجات ممكن بارازايتس بتافكت الليفر. لذلك انا بقول لحضراتكم لازم تبقوا عارفين التجميعات وعارفين مذاكرين كل الموضوعات دي عشان تقدروا تجمعوا التجميعات دي. برضو السبلين ممكن اطلب عينه السبلين واخد بايوبسي من السبلين في حاله مثلا فيسرال ليشمانيا في كرونيك ملاريا. اخد عينه من الليمف نود في ايه؟ في تريبانوسوم، في ليشمانيا، في توكسوبلازما، في فلاريا. ممكن اخد عينه من المصل زي في ترايكينيل سبايرالز، في السيست سيركوزس، والاقي البارازايت موجود في المصل. غير كده ممكن اطلب عينه من الريكتوم، او اخد عينه من البلادر، من الجول بلادر. دي في حاله ايه؟ في حاله ان يكون في عندي انا شاكه ان في عند الشخص ده عنده شيستوزوما انفكشن، لكن الشيستوزوما انفكشن دي يا اما هي لايت انفكشن خفيفه خالص لدرجه ان البرازايت مش قادر اعمل ديتكشن للاكز بتاعته، او ان هي كرونيك انفكشن يعني من زمان وخلاص بقى الانفكشن دي ايه حصل فايبروزس جامد لدرجه ان الاكز ما بقتش تنزل في اليورين او في الاستول. فباخد عينه من التشو واشوف الاكز الموجوده فيها. بس طالما انا خدت العينه دي لازم افحص الاكز دي في الفايبلتي برضو عشان اتاكد ان الاكز دي فايبل ومحتاجه تريتمنت. ممكن برضو اخد اسبيريشن لفلويد زي مثلا من هيدات السيست اعمل اسبيريشن واشوف البروتوسكوليسيس. ممكن في اميبيك ليفر ابسس واشوف ال اسبيريشن للكونتنت بتاعت الاميبيك ليفر ابسس. ممكن اطلب برضو كمان بون مارو اسبيريشن زي في الفيسرال ليشمانيا وفي الشاجاز ديزيز والتوكسوبلازما، في البلازموديوم فالسيبرام انفكشن. ممكن برضو اطلب كورنيال سكرابنج زي في حاله الاكانسميبا انفكشن. يبقى احنا عرفنا ان المحاضره دي محتاجين ان احنا نكون مذاكرينها بعد ما نكون خلصنا مذاكره كل الموضوعات عشان هي بتجمع بعض التجميعات للبارازيتك انفكشن اللي بتأفكت ديفرنت اورجان وتعرفني اختار العينه دي في بارازايتس مين. فلازم اكون مذاكره كل المنهج عشان اقدر ان انا اقدر ان انا اذاكر المحاضره دي بسهوله. في النهايه انا عايزه حضراتكم تتدربوا على بعض الاسئله اللي ممكن تيجي في الموضوع ده.
في النهاية شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.